يقول عالم الأعصاب إد بويدن إننا في المستقبل القريب بنتحكم في مناطق في الدماغ مسؤولة عن الحركة والتفكير بمفتاح أشبه بمفاتيح الإضاءة في المنزل. فالدماغ فيه مليارات الخلايا العصبية اللي تصدر إشارات كهربائية للجسم فيستجيب بالحركة في أجزاء من الثانية. إد وفريق عمله استطاعوا تطبيق تجربة علمية على الفئران، حيث زرعوا صفات جينية بداخل خلاياها العصبية تجعلها تستجيب لنوع من الليزر عندما يتم توجيهه للخلية، فتقوم بإرسال إشارات عصبية تماماً مثل ما يحصل عندما يقوم الإنسان بشيء ما، مما يعني أن هذه التقنية راح تساعد المصابين بالأمراض المرتبطة بالدماغ مثل ألزهايمر والصرع في استعادة صحتهم إلى حد بعيد، بحيث سيتمكن الأطباء بضغطة زر من تشغيل الخلايا العصبية المعطلة، مما يعني أن دماغ المريض سيعمل وكأنه لم يصبه شيء، وكل ما يحتاجه العلماء اليوم أن يفكوا شفرة الدماغ ويعرفوا كيف يترجمون كل إشاراته العصبية. لو قلت لك ارفع يدك فوق، شو بتسوي؟ بترفعها بدون ما تنتبه إلى الإشارة الكهربائية اللي انتقلت من دماغك إلى ذراعك، صح ولا لا؟ هذا الأمر صار في 1/10 من الثانية، يعني في ومضة. بهالسرعة تصير معظم ردود أفعالنا لما يحيط بنا، مثل جهاز الكمبيوتر اللي يحتوي على شبكة مسارات كهربائية لنقل الأوامر بين الكيبورد والشاشة، فإن جسم الإنسان فيه جهاز عصبي معقد جداً يحوي تقريباً 100 مليار خلية، يعني نفس عدد نجوم درب التبانة، تعمل كلها بدون ما نشعر. الآن أكيد حد يسأل، كيف اكتشف الإنسان أصلاً أن الدماغ له نشاط كهربائي؟ خل أخبركم، العالم الألماني هانز بيرجر اكتشف هذا الأمر عن طريق جهاز ابتكره اسمه إلكترو إنسفالوغرافي واختصاراً EEG في عام 1924. لما وضع هانز أقطاب الجهاز الكهربائي على رأس أحد المتطوعين، وجد أن جهاز القراءة بدأ بتسجيل نمط مميز للإشارات على شكل خط يرتفع وينخفض حسب نشاط الدماغ. هذه الإشارات الكهربائية الصادرة من الدماغ ظلت لسنوات محصورة في الجانب النظري، يعني في الأبحاث والدراسات، حتى أتى الدكتور جاك فيدال عام 1976 وقدم أول دليل عملي وعلمي على أن هذه الإشارات يمكن أن تتحكم بالأجهزة والآلات. الوسيط الدماغي الحاسوبي أو BCI بكل بساطة هو جهاز ترجمة، فلما الدماغ يصدر أمر معين فإن إشارة كهربائية مميزة وخاصة تتولد، وتقوم أقطاب كهربائية موجودة على رأس الإنسان بالتقاطها وتحويلها إلى لغة تفهمها الكمبيوترات، وهي لغة 0-1، لتستنتج الكمبيوترات بدورها عن طريق برامج خاصة ما الذي يريده الإنسان، وفي النهاية تنفذ الأمر. أكيد تتسألون الحين عن فائدة أن الكمبيوتر يقدر أن يقرأ إشارات أدمغتنا، ما تتصورون الكم الهائل من الفوائد اللي بيجنيها الإنسان من هذه الوسائط في المجالات الطبية والصناعية والترفيهية وغيرها. أكيد تذكرون تحدي دلو الثلج أو الآيس باكت تشالنج اللي انتشر قبل كم سنة كتضامن مع مرضى التصلب العضلي الجانبي أو ما يعرف بـ ALS. كل يوم كانوا يظهرون لنا عشرات من الممثلين والمشاهير والناس العاديين معلنين تضامنهم مع المرضى. الناس اللي شاركوا في هالحملة حسوا بإحساس المرضى لثواني معدودة، ولكن المصابين بهذا المرض العصبي يشعرون بهذا الشعور لأيام وشهور، لكنهم يحبسونها في أجسامهم لأنهم تدريجيا يفقدون قدرة تحريك عضلاتهم حتى عضلة اللسان. العلماء والأطباء لم ييأسوا من علاج مرضى التصلب العضلي الجانبي، وأعطوهم أمل في قدرتهم على التواصل مع محيطهم، لأن حتى لو ألسنتهم توقفت على الكلام فإن أدمغتهم ما زالت تعمل. وقبل مدة استطاع فريق من جامعة تنسي الشرقية في أمريكا من تمكين شخص مصاب بالALS من التواصل مع زوجته عبر وسيط دماغي حاسوبي ترجم إشارات دماغه إلى أحرف تطلع على الشاشة
واستطاع تكوين كلمات ومن ثم جمل مفيدة. في الموسم الماضي من برنامج لحظة تحدثنا في حلقة كاملة عن الأطراف الاصطناعية للإنسان اللي يسمونهم بايونكس، وذكرنا بأن إحدى أهم اختراقات العلمية في هذا المجال هي الأطراف الاصطناعية اللي يتحكم بها الدماغ مباشرة. ولكي يتحكم دماغ الإنسان بيد اصطناعية لابد من وجود وسيط بينهما يترجم إشارات الدماغ إلى لغة تفهمها الذراع، وهذا بالضبط للعلماء حققوه. هذا الإنجاز المذهل ليس توفير ذراع عالية لمن فقدوا أذرعهم فقط، لا، بل العلماء وفروا أذرع عالية للناس المشلولين تماما. نيثن كوبلاند أصيب بالشلل الكامل من أكتافه وحتى قدميه خلال حادث سيارة مؤسف، ولكن في عام 2015 أصبح هذا الشاب أول مشلول في العالم يتحكم بيد اصطناعية عن طريق دماغه. ليس هذا فقط، استطاع نيثن أيضاً أن يشعر باللمس في أطراف هذه الذراع خلال التجارب، وقال إن إحساسه باللمس كان طبيعياً جداً. من الأشياء اللي تعمل بذات الطريقة قوقعة السمع الاصطناعية، فهي تحتوي على ميكروفون يستقبل الصوت ثم يقوم نظام كمبيوتري في داخل القوقعة بتحويله إلى إشارات كهربائية يفهمها الدماغ. واليوم يستخدم هذه التقنية أكثر من 300 ألف إنسان حول العالم. الإبصار من أعظم نعم الله علينا، هو الحاسة اللي بها اكتشفنا أنفسنا والعالم من حولنا، وهو الوسيلة اللي بها رأينا أبعد المجرات وأصغر الكائنات. فتخيلوا لو فقد أحدكم هذه الحاسة العظيمة وعلم بأن هناك طريقة لاسترجاعها، فكيف سيكون شعوره؟ اليوم هناك أمل جديد للناس اللي فقدوا أبصارهم. تعرفوا ليش؟ لأن في مؤسسة بحثية أسترالية اسمها National Vision Research Institute، هذه المؤسسة تعمل على تطوير جهاز يسمى العين الاصطناعية أو Bionic Eye. تتكون هذه العين من شريحة إلكترونية بها أقطاب كهربائية توضع على شبكية العين وكاميرا خارجية على شكل نظارة، وعند تشغيل الجهاز تقوم الكاميرا بالتقاط الصور ثم إرسالها على شكل إشارات كهربائية إلى شريحة الأقطاب الموصولة بالعصب البصري للمريض، وعندها يبدأ برؤية ما حوله، لكن ليس بالطريقة العادية إنما بشكل بدائي، إلا أنه على الأقل سيتمكن الحاصلون على هذه العين من تجنب الحواجز والمعيقات أثناء المشي وتمييز الأجسام من حولهم. من منكم حافظ أحرف كيبورد الكمبيوتر؟ اللي منكم حافظنها أكيد تذكرون بأن العملية ما كانت سهلة لحفظ تقريباً 100 زر، واللي بعد ما حفظها أبشركم أنكم لن تحتاجون لتحمل مشقة حفظها. تعرفون ليش؟ لأن الباحثين في أحد أفرع جمعية فراون هوفر اللي متخصصة في الأبحاث التطبيقية، وأيضاً كلية الطب في جامعة هامبولد في ألمانيا، اخترعوا آلة سموها آلة الطباعة الذهنية. هذه الآلة عبارة عن كمبيوتر مرتبط بالدماغ عن طريق قبعة تعمل بنظام EEG اللي ذكرناه في أول الحلقة. في هذه الآلة يتم ربط كل حرف بإشارة عصبية مميزة، فمثلاً الحرف A مرتبط بالإشارة العصبية الصادرة عندما تحرك يدك اليمنى، فلما يفكر المستخدم أن يحرك يده اليمنى يترجم الكمبيوتر الإشارة الصادرة من الدماغ على شكل حرف A اللي يظهر على الشاشة. صحيح بأن هذا النظام يبدو بدائيا حتى الآن، لكنه ما زال في مرحلة التطوير، ولما تنضج هذه التقنية أكثر فلربما نستطيع كتابة الأشياء على الشاشة بمجرد لبس النظارة أو إسوارة حول المعصم لتحل محل القبعة. من منكم ما لعب ألعاب فيديو؟ حد بيقول طيب شو دخل حوسبة الدماغ في الفيديو جيمز؟ خل أخبركم، في شركة اسمها نورو سكاي أطلقت مجموعة من التطبيقات مع جهاز يسمى مايند ويف للتحكم بالألعاب. هالجهاز سعره تقريبا $100 ويمنحك تجربة عجيبة في اللعب. يمكن البعض منكم يتذكر الفيلم المشهور للممثل الأمريكي ميل جيبسون What Women Want،
لما تمكن البطل بعد أن تعرض لصاعقة رعدية من سماع ما يدور في أذهان النساء من حوله، وكم من المواقف الغريبة والصعبة والطريفة اللي مر بها. تخيل لو تمكن البشر من التنصت على أفكار الآخرين، ليس هذا فحسب، بل من التخاطر مع الآخرين ذهنياً من دون حتى تواجدهم في المكان نفسه، فكيف بيكون حالنا؟ التخاطر العقلي اليوم لم يعد خيالاً بل واقعاً. فهناك فريق دولي من الباحثين سجل أول حالة تخاطر بشري عندما أرسل شخص في الهند تحياته إلى شخص آخر بس في فرنسا باستخدام أفكاره فقط. لكن كيف تم ذلك؟ الشخص اللي في فرنسا ما سمع صوت الشخص اللي في الهند في رأسه، بل تلقى إشارة منه عبر ومضات ضوئية تسمى فوسفينز. هذه المركبات لا نراها في الحقيقة، بل تنتج في داخل الدماغ في حالات معينة، مثل لما حد يفرك عينه أو يغمضها بقوة. جهاز التخاطر هذا ما بين العقلين الهندي والفرنسي كان عبارة عن نظام كمبيوتري لديه القدرة على ترجمة الإشارات العصبية من وإلى الدماغ. لكن الأمر مش بهالسهولة، فالمرسل في الهند صنع رسالته عندما قام بتحريك يديه وقدميه. هالحركات أنتجت إشارات عصبية في الدماغ ترجمها الجهاز إلى أرقام، وهي اللغة اللي تفهمها الكمبيوترات وتسمى باينري، وفيها تتم ترجمة كل حرف إلى 8 أرقام مكونة من أحاد وأصفار. وكان الجميع متفقين في التجربة على أن حركة اليدين هي 0 وحركة القدمين هي 1. وعند الشخص الفرنسي استقبل جهاز التخاطر سلسلة الأحاد والأصفار وحولها إلى إشارات عصبية من جديد. هالإشارات فعلت المنطقة العصبية المسؤولة عن البصر في دماغ الفرنسي، وشعر بها على شكل ومضات خلف عينه. كلمة تشاو الإيطالية اللي بالعربية يعني مرحبا هي الكلمة اللي اختارها الهندي لكي يرسلها عبر الانترنت إلى الفرنسي، وتتكون من 4 حروف يعني 32 رقم. وكان لابد أن يقوم المتلقي في فرنسا بتسجيل الومضات اللي يشعر بها على شكل أرقام علشان يترجمها في النهاية إلى كلمة. الخوف من المستقبل يلازم الكثير من الناس، ولكن الواقع أقوى دائما، والتاريخ علمنا بأن المستقبل دائما أفضل، وخصوصا إذا استطاع الإنسان أن يسخر العلوم والتكنولوجيا لمصلحته. وفي علم حوسبة الدماغ فإن الإنسان في السنوات القادمة بيقدر أن هو يشوف اكتشافات مذهلة، يعني مثلا بيقدر الواحد منا عن طريق الدماغ أن يتحكم بالآلات والروبوتات لتقوم هي بالمهام الصعبة، مثل إيش؟ مثل العمليات الجراحية، أو مثلا مثل بناء ناطحات سحاب شاهقة. وربما سيأتي اليوم اللي بنحمل فيه الأشياء اللي شفناها طول اليوم يعني من عيوننا، بنحملها مباشرة على يوتيوب وفيسبوك. المستقبل مليء بالمفاجآت، لكن الشيء اللي يقلق حقا هو غياب الجانب الإنساني والاجتماعي منه. هي لحظة الكشف البعيد.